أسلمتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرضا عن صحابته الغر الميامين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. نجمنا لهذا اليوم هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاتب من كتاب الوحي. أسس دولة إسلامية عظيمة، كان إسلامه قبل فتح مكة، وتعلم فيها الكتابة والحساب. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال عنه أبوه: إن ابني هذا لعظيم الرأس، وإنه لخليق أن يسود قومه، وهو خال المؤمنين. فمن هو نجمنا لهذا اليوم؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.